الجيش الإسرائيلي يعترف بقتل 3 رهائن في غزة. بعد 10 أشهر على قتلهم، نشر الجيش الإسرائيلي نتائج التحقيق الذي أجراه في ملابسات وفاة المحتجزين لدى حماس رون شيرمان ونيك بيسر وإليا توليدانوز. التحقيقات أشارت إلى أن 3 على الأرجح قتلوا نتيجة غارة جوية للجيش الإسرائيلي أثناء اغتيال قائد اللواء الشمالي لحماس أحمد غندور في نوفمبر الماضي. ووفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي أبلغوا أهالي القتلى 3 إن نيرانا إسرائيلية هي التي كانت مسؤولة عن مقتلهم بعد إجراء التحقيق، حيث انتشلت جثث 3 الذين اختطفوا في 7 أكتوبر من نفق تابع لحركة حماس في جباليا في 14 ديسمبر. ونفى الجيش الإسرائيلي وقتها تأكيدات حماس بأن 3 قتلوا في غارة جوية إسرائيلية. وفي يناير قال الجيش الإسرائيلي إن تقريرا طبيا أظهر أنه لم تظهر على جثثهم علامات صدمة أو إطلاق نار، وبالتالي فهم لم يقتلوا بشكل مباشر في غارة جوية أو أي نشاط آخر من جانب الجيش الإسرائيلي. لكن والدة رون شيرمان أحد القتلى 3 وهي طبيبة بيطرية أشارت وقتها إلى أن نتائج هذا التقرير تفيد بأن ابنها قتل بالغاز السام الذي استخدمه الجيش الإسرائيلي في الأنفاق، واتهمت الحكومة بتعريض المحتجزين للخطر عن عمد.